حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا علي بن هاشم يعني ابن البريد عن أبي بشر الحالبي عن أبي مليح بن أسامة عن أبيه قال أصاب الناس في يوم جمعة يعني مطرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي أن الصلاة اليوم أو الجمعة اليوم في الرحال. حدثنا داود بن عمرو حدثنا نافع بن عمر بن جميل الجمحي قال رأيت عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد يرمون الجمرة قبل الفجر يوم النحر فقال له أبي يا أبا سليمان في أي سنة سمعت من نافع بن عمر قال سنة 69 سنة وقعة الحسين. حدثنا داود بن عمرو حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن القاسم بن أبي بزة في قوله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر قال لا تعطي شيئا تطلب أكثر منه. حدثنا نوح بن حبيب حدثنا حفص بن غياث بن طلقي بن معاوية عن عاصمين الأحول عن ثعلبة بن عاصمين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له.